بسم الله الرحمن الرحيم ياسين وقال
الله.
عليه، اللهم احفظه في شعبه، اللهم احفظه في جميع علاقاته ولي رب العالمين، اللهم اقرع عليه بولي عهد مولاي الحسن وشد ازار باسم الرشيد مولاي الرشيد وبسائر افراد نصرته الكريمه، اللهم زغل بالرحمه الواسعه تغيير عقوبه الاسلام جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، اللهم ارحم حي في اعلى عليين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رافقين يا رب العالمين، اهل هذه الغربه وعلى راسهم جد سيدنا مولاي اسماعيل، اللهم اجد عليه الرحمه، اللهم جازيه على ما قدم لهذا البلاد وسائر هؤلاء الابناء الذين ذكرت اسماءهم في هذه السلسله، اللهم الحق عليهم هذه الرحمه يا رب العالمين، اللهم الحق بهم هذه الرحمه يا رب العالمين، اللهم اجعل ارواحه في اعلى عليين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اللهم اجعل بلدنا هذا الامن المطمئن وسائر بلاد المسلمين، اللهم من اراد ببلادنا هذا خيرا وبلاد المسلمين خيرا توفق للخير واعن عليه، ومن اراد ببلادنا هذا شرا وبلاد المسلمين شرا فاكفنا شرا بما شئت وكيف شئت، انه لا يعجز احد قدرتك يا رب العالمين، مولانا اياك سالنا ولاحسانك تعرضنا وما عندك من خير دار قلبنا، فاغفر اللهم بوجهك الكريم علينا ولا تخزي فيك رجاءنا، فانت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين Thank you.